وأتمنى أن توزع على أكبر عدد من المواطنين يفهموها. ليس هناك سؤال واحد في الاستمارة اللي غادي تنزل لهم اللي مبني على شي حاجة غادي ياخدوها أو تزول لهم. نعطيك مثال، تنطرحوا السؤال، الأسئلة اللي قلتي لها شنو هو الأسئلة الجديدة اللي زدنا. زدنا الأسئلة في المطولة، تنزدو بحال دابا تنقولوا حنا مثلا تنقولوا شحال عندك ديال البيوت، شحال عندك ديال البيوت، ولكن شنو عندك بالبيوت؟ ما تنخرجوا شي منها شي معطى باش نقولوا هذا راه غني ولا فقير. تنخرجوا منها معطى ديال ها السكان اللي كاينين الان، ها الحضيره ديال السكن اللي موجوده، هاد السكان ها العمر ديالهم الان، ها السكن ديالهم كي داير، ها كيف غادي يكون من دابا 10 سنين، اي ها العدد الناس كيف غادي يكبروا، وها الحضيره ديال السكنه اللي كاينه. اذا خصنا شحال كيخصنا نبنيو من سكن. تنطرحوا سؤال، شحال باش شحال ما بينك وبين المحل ديال العمل ديالك، وباش تمشي، تمشي في الاداء او تمشي بالطوموبيل او تمشي بكذا الى اخره، ماشي باش نعرفوا واش عنده الطوموبيل ولا ما عندوش. تيخصني نعرف المشاكل ديال التنقل ما بين الجهات اللي فيها السكان وما بين المحلات ديال الاعمال. تيخصني وما تنخرجش ما تنخرجش شيء ان الاسره الفلانيه عندها السياره والاخرى ما عندهاش، ما عندنيش هذا السؤال. وما تيمكنلوش يخرج، وما تيمكنلوش داك الشيء كله اللي تيتقال لنا ما يمكنلوش يخرج، وما يمكنليش انا نعرفه اللي في المدوبيه الساميه التخويف، لانه تيمشي مرقمان مرقمان مشفر، تيمشي من عند لونكيتور، من عند الباحث، تيمشي من تما مباشره لو سونتر اللي عندنا حنايا هنا، اللي عندنا حنا في الكوميساريو بلا، واللي فيها يلاه لي زانفورماتيسيان ديالنا. وكيف تيوصلهم هما؟ تيوصلهم على شحال تقدمات العمليه، اي شحال ديال كل انكيتور شحال دار في اللي خصو يدير ديال الاسر. ولكن الا قلتي له بغيت الاسره الفلانيه، اولا ما عندوش. وعلاش نقول لك الفرق ما بيننا وما بين هذاك الشيء ديال الاي اس سي وديال حنا، ما تنطلبوش حتى الحاله، لا حتى الكارت ناسيونال، حتى ندخلوا عندنا نقول له شيء، كل اللي تنقولوا مبني على التصريح ديالو. ما تنطلبش مثلا الا قال لي عندي 5 دراري، ها هو تنكتبوا السميه ديال السميه اللي تيعطيه هو ديال العائله ديالو، سناخذوها. علاش؟ باش يبقى عندنا انه هذاك الولد حتى هو مرتبط بهذاك الاسم، وهذيك البنت حتى هي مرتبطه بهذاك الاسم، باش ما يتلفناش داك الشيء في ولكن ما تنقولوش اعطيني لاكارت ناسيونال، سمعتيني؟ ما تنطلبش لاكارت ناسيونال، ما تنقولوش اعطيني الدليل بانك عندك هادي او ما عندكش هادي. وتما حيت نطلب شي حاجه، لانه عندي اغراض خارجه على داك الشيء ديال اللي كاين. تنطلب اسئله بعض على بعض الاشياء باش نستجب لواحد المؤشرات مطلوبه مني على البلاد، مثلا زوبجيكتيف ديفلوبمون دورابل، تيطلب مني لابد نعطي مثلا القراءه والكتابه، لابد ما نعطي شحال مثلا الحاسوب، واش عندك الحاسوب، واش عندك التليفون، واش مكونيكتي، ماشي باش نقول انه بحال في جهات اخرين انه راه كونيكتي. اللي بغى يعرف باش يعطي او يقرن راه خارج المندوبيه الساميه للتخطيط، راه وباش يعرفها راه تيمشي اللي تيكري الانترنت، واللي تيدير الشراكه ديالك في الالكتريك، راه عنده كل شيء. انا تنطلبها لانه مطلوب مني نعطي
في الصعيد للمغرب ريجيونال اي ناسيونال مدى دخول للتقنيات الجديده في المجتمع سي لو تو دو بينيتراسيون دي تكنولوجي دو لانفورماسيون وهي من المؤشرات اللي مطلوبه مني كدوله وكالمندوبيه الساميه للتخطيط انني نعطيها للهيئات الامم المتحده في لي رابور ديال على لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديورال فهمتيني عندي واحد العدد ديال الاشياء تطلب مني نعطيها مثلا الماء شحال ديستانس ما بين السكنه ديالك وما بين او الماء اللي عندك واش يوصلك الماء ولا ما توصلك شيء شويه اقرب فونتين عندك خذ حداك وشنو هي واش عندك الماء الحار واش شنو تدير بالزبل واش ترميه واش هذا الشيء ما تنديروش باش نعرف واش هذا ضعيف ولا واش خصو هذا يتعاون ولا ما خصوش يتعاون اولا ما عنديش وما عندي ارتباط بهاد الناس اللي تيديروا هذا الشيء لانه لو ريجستر ناسيونال لو ريجستر السجل الوطني تيتبنى على مده وما تيتبناش على لي ريسونسمون تيتبدا هي دابا لي دانوا اللي عندنا معاهم علاقات راه بابا واحد حاضر هنا ديالهم عندهم سجل اللي فيه كل شيء ولكن هذه بنات متقدمه ومودة باش بناو لوسونسمون كيف تبنى تتبنيه النهار فاش تتبدا بحال اللي بغى المغرب دابا يبدا هي فوقاش ما تيولد شي واحد تيعطيوه النمره وتيأسسوا لانه لو ريجست ناسيونال راه تيتأسس على 25 عام 30 سنه اكسيتير حنا ما عندناش لا ما معمماش الحاله المدنيه ومن الاشياء اللي تنطرحوا واش عندك واش مسجل في الحاله المدنيه ولكن ماشي باش نقولوا راه عنده الحاله المدنيه او ما عندوش باش نعرفوا المؤشر ديال شكعال ديال البلدان اي بلاد المغرب بالنسبه للمغرب او باي اسم اخرى تيطرحوا هذا السؤال لانه كاين مؤشرات خصك تخرجها وهذيك المؤشرات ما تتخرجهاش تستفد منها الدوله عرفتي فين في حال غير كمؤشرات باش تقول فين وصلنا في التعليم فين وصلنا في الصحه فين وصلنا ديال شحال تنقول لك شحال بينك مثلا بالاسئله شحال ما بينك واول مركز ديال الصحه مثلا اخر مثال اخر باش نكونوا واضحين تنطرحوا السؤال ديال واش عندك ديال الآلة اللي الأواني ديال الصحيحة وديال كذا إلى ماشي باش نقول له راه من الصحيح راه مزيان ولا قبيح لأنه تندير هذيك من هذيك حتى نديروا الدراسة ديال تنحسبوا ولا خرجناها ولا دارت ضجة كبيرة هي شحال ديال ال شحال ديال اليوم ديال العمل تتقوم به ربة المنزل واللي ما تيتحسبش في العمل مثلا خرجنا انه مثلا عندنا المغربيات ولو تتكون تخدم في المنزل تخدم على برا ومن حيث تدخل تخدم تغسل وتتقلق بالولاد وتتطيب وتدير تنحسبوا لها العدد ديال الايام اللي تدوز ديال العمل في قلب واللي هو غير مؤدى عنه وتنقارنوا ما بين لو كانت هذه المرأة تتقدم في هذاك الشيء كامل شحال كون كان لو ريفوني ديالنا طلع هذا الشيء هذا تنديروا منه دراسات اخرى وان هنا خصني نقول واحد الشيء اللي ربما ما قلتوش هذا الاحصاء الاساسي ديال عاود من الاشياء المهمه ديالو هي انه تيعطينا نكونوا ما نسميه العينة المرجعية شنو هي العينة المرجعية أي أننا تتعطينا الوضعية في المغرب كامل تنأخذ منها واحد العينة طبق الأصل ديال المغرب وعليها تنكونوا تنبنيو داك الدراسات اللي تنديروا على الفقر
على التفاوتات الاجتماعيه، على الشغل،